استراتيجية مع شركائها المحليين في دول أفريقيا. ودي نقطة مهمة جدا، ولازم بقى ده دور الشركات إنها تشتغل عليه. إن الموضوع عشان تتواجد في العديد من الدول سواء دول أفريقيا أو حتى الدول العربية أو دول منطقة الشرق الأوسط، بيبقى من الأفضل والأسهل إن تكوين شراكات استراتيجية مع شركات مماثلة موجودة في هذه الدول عشان يقدروا إن هو يبقى لهم تواجد أكبر في السوق المحلي في هذه الدول. وعشان كده أنا بدعو هذه الشركات، شركات المقاولات المصرية، إنها فعلاً تتجه وبقوة إلى البحث عن شركاء يقدروا من خلالهم العمل في هذه الدول، وبالذات النهارده شركات الاستثمار العقاري. وكان عندنا قناعة كبيرة جداً كحكومة إن إحنا لابد من الانطلاق بقوة شديدة في استعادة مكانة مصر وتعاونها الكامل مع أشقائها في القارة الأفريقية وفي الدول العربية. ويمكن علشان كده كان هذه هي أحد أهم السياسات والاستراتيجيات اللي تبنتها الحكومة المصرية في خلال الفترة الموجودة على الأرض. أولاً اكتساب شركات المقاولات المصرية هي خبرات، أنا بقدر أقولهم تهلك مننا الثقة، خبرات عالمية في تنفيذ كل المشروعات العملاقة عندنا الحقيقة، كل المشروعات القومية اللي بتنفذت الحقيقة قادرة على الخروج ونقل خبراتها الكبيرة إلى الخارج في الدول الأفريقية ودول منطقة الشرق الأوسط وأشقائنا في الدول العربية، تزامنا مع بدء مشروعات إعادة الأعمار في كل هذه الدول اللي كانت تأثرت بالمشاكل والخلافات الداخلية. الحقيقة إحنا كحكومة ودولة ما تأخرناش على كل طلبات الشركات اللي طلبتها مننا الشركات المصرية سواء في المقاولات أو الاستثمار العقاري لتفعيل هذه المنظومة والبدء فعلا في تعظيم الاستفادة من خبراتها والبدء في تصدير صناعة المقاولات والاستثمار العقاري لخارج مصر. وخلينا نقول لحضراتكم إحنا بدأنا بإيه؟ في مجال المقاولات المهندس حسن عبد العزيز اتكلم على بعض النقاط الاستراتيجيه وقال ان هي دي اللي احنا محتاجين نتبناها في خلال الفتره القادمه. يمكن اول موضوع كان كل شركات المقاولات المصريه بتشكو منه هو رسوم استخراج شهادات الخبره علشان يقدموا